صباح الخير. بداية معك علي صوشي سمية، عضو في نادي الأدب بمكتبة الشهير بوداري بالقاسم. تستطيع أن تقول نصف شاعرة، يعني لي طموح إن شاء الله سوف أقدم لكم هذه اليوم يعني محاولة شعرية مع ضيفتنا رحمة. الله يبارك. وبطبيعة الحال أكيد نحن تلاميذ عنده. الله يبارك. ليست لدي أعمال. الله يبارك. ولكن لدي ميولات أدبية، لدي عدة خربشات أنا أقصد. الله يبارك. أكيد الشعر لديه معايير معينة كي يكون شاعرا، وأنا لست بشاعر، لا أستطيع أن أقول أنا بشاعر. صباح الخير. أم الورد، بما أن الأغلب هنا ورد، بداية أقدم تحياتي وخالص تقديري واحترامي لكل الحضور إلى مدير المكتبة الرئيسية الحاج قريبة ومحافظة المكتبة حياة الشركة على هذه المبادرة الطيبة التي أتاحت لنا الفرصة في الوقوف هنا أمامكم، أمام هذا الحضور الكرام. ثانيا أقدم محاولة شعرية رغم أني لست بشاعرة إلى كل امرأة بهذا المجتمع وبجميع الأزمنة والعصور، إلى أمنا حواء أولا ولما لا، وإلى خديجة وعيش وفاطم، إلى بلقيس وآسيا ومريم العذراء، وإلى جميع نساء العالم، نساء الثورة، نساء الجزائريات والوطن العربي أجمع، إلى جميع النساء التي أعرف ولا أعرف هنا وغيابا، إلى كل حواء وإلى كل الورود وكل من حوى الوردة وساق الوردة. تأملت بوجه الأفقي وجدتك به ضيف يلوح لي ويبتسم، كذبت الفروج كل شيء بها يهتف. هنيئا هنيئا من طرقت دياره وبعيناك وعيناك باللوعة له تهتف. أيا خليفة الله في الرحمة، أيا خليفة الله في الرحمة، أنت بالمنتصف بين النفس وسرها، والسطر إذا ما وج به الحرف يستقيم ويطيب نطقه، يطيب كطيب نشيد الوطن الشريف. فإن أنت شمس أو قمر أو نصف أو كسوف أو خسوف، فأنت في كالمطر المرهف، كالمطر المرهف. سلام سلام عليك، جورية والعطر منك خفيف، يأخذ الروح ويسافر، وكل الكلام من شفاك لطيف، دليل على أنك الزهر وما يليق أمام الزهر تأفف. فإن أنت تنائيت عن حبك عظم أسام وأسف، ولئن غمرتهم بالحنان حط بالخصمات السرور رفراف. وهذا العطاء منك يهرمن كأنك الشجر حينما تثمر في حيث، رغم مجيء الهم والثقل تثمرين وتثمرين، ويضحك كل خريف ويضحك كل خريف. أفلا أعلم ألا تعلم أن ذا الزمان يشهد أن الوجد دونها نحيف، وذا الوجود يهجو زمانا إذا لم يكن به امرأة عطوف. تجادله حسنا وسرا وسرا وجهرا تجادله، تغازله بقلب رفيف، فمن ذا بينكم يحمل لها همسا ووردا، ويلبس اليوم وهدا وصايا محمد بذات الرصيف. قبلة على جفن الشقور والشكر في شأنها قليل فلا تشرف. شكر. أدعو إلى المنصة الشاعر سمية الصوشة، شاعر ناشئة كرمها الأستاذ رابح ميوة، رغم أنه هو رئيس النادي الأدبي الذي يتكفل بالأقلام الشابة في مدينتنا، والأستاذة ليلى عماري آسفة جدا تصحب أسماء في الأردن صفا، تقضي